مرحبا بكم بالجزء الثاني من المحاضرة. بهذا الجزء راح نحكي عن الداتا موديلينج، شلون نقدر نمثلها. انا حكيت بالمحاضرة السابقة انه كانت عندي جدول بهالشكل هذا، وهذا الجدول عفوا بس خلي الرسم بشكل عدل. هذا الجدول كان اسمه employee، صح؟ كان اسم الجدول employee، وايضا كان يحتوي على عدة بيانات، صح؟ بهالشكل هذا، وايضا يحتوي لي على عدد من الاتريبيوتس اللي هن كان الرقم والاسم، بحيث كان هنا عندي الرقم الاسم عفوا، وهذا الرقم، وهذا الراتب السالري. طيب شلون راح امثلهن اني بالموديل؟ هذا قلنا هو الانتيتي، وقلنا ذني هن الاتريبيوتس، فحتى امثلهن اخلي الانتيتي بهالشكل هذا بشكل مستطيل، واكتب اسم الانتيتي امبلوي، والانتيتيز اللي هنا اجر خط عفوا الاتريبيوتس، وامثل كل اتريبيوت موجود عندي نيم نمبر والسالري الراتب. هذا كتمثيل للاتريبيوتس والانتيتيز. طيب ناخذ مثال اخر. مثلا لو انا عندي انتيتي بهالشكل هذا، ام امبلوي، وراح امثله من يمي يعني على مود اوضح لك المثال اكثر، انه انا عندي جدول للامبلوي يحتوي لي على الاي دي، ويحتوي لي ايضا على خلينا نقول كارد نمبر، وايضا يحتوي لي على النيم الاسم، وايضا يحتوي لي على البرثدي، ويحتوي لي على الادرس العنوان مالته. زين شلون راح امثلهم؟ اول شغله همين الاي دي وخليه بهالشكل، الكارد نمبر وايضا نيم البيرث داي، اختصرها بي كابيتال دي كابيتال، ايضا الادرس. اجي هسه بهذا المثال شويه راح نتوسع اكثر. هنا انا راح اميز الانواع اللي عندي من الاتريبيوتس. عندي نوع انا ما شرحته، متقصد ما شرحته لان اريد اشرحه هنا أنا. وايضا راح نحكي عنه بالمحاضره القادمه ان شاء الله. اول شغله عندي اشوف يا عفوا هنا انا مسوي الاي دي مرتين ومو اي دي، وانما كارد نمبر كارد نمبر. هنا راح نشوف عندي كل اتريبيوت شنو نوعه.
اكو شيء انا ما شرحته سبق وحكيت هاي الكلمه، انه عندي شيء او بما يدعى الكي اتربيوت. الكي اتربيوت بهاي المحاضره راح ناخذ اليونيك، المحاضره القادمه ان شاء الله راح نتحدث عن الكيس اكثر. هنا الاتربيوت مالتي شلون اميزكي او اسميه يونيكي، انه قيمته ما تتكرر ابدا. اجي ابغى اول ما اروح للادرس هنا ممكن تتغير القيمه، هي ممكن تتغير القيمه، ممكن الموظف يصير بغير ادرس. طيب البيرث داي ممكن يتغير، نعم ممكن عند الموظف يروح ويجي موظف ثاني بمكانه. طيب الاسم ايضا ممكن يتغير، قلنا يروح الموظف يجي موظف ثاني بمكانه. بس الاي دي ممكن يتغير، لا الاي دي هذا يميز لي الشخص الفلاني فاكيد ما راح يتغير. فاذا ما يتغير احط جوا خط بس، هذا شنو اسمي يونيك. هاي المحاضرة اكتبها وياي ورقة وقلم. الكارد نمبر ايضا يونيك، ليش؟ لان مستحيل يتغير رقم الكارد، لان هذا يدل عليه من على شلون يصير عندك ادرس الكتروني صح لو لا الكارد مالتك، فهذا مستحيل يتغير، فهذا ايضا يونيك. وخلي جواه خط ونقول هذا يونيك، بس انت ما تمثل لي بالامتحان انه هذا يونيك، ترسم لي يعني تكتب لي مثلا يونيك ويونيك، لا هاي انا اريد اوضح لك انه هذا يونيك، انت مجرد بس تجر جوا خط هو هذا معناه يونيك. طيب ناخذ بعد فد مثال او لا، بعد عندنا قضية ايضا. الادرس اللي هنا شنو نوعه؟ كومبوزيت صح لو لا، يحتوي على اكثر من قيمة. النيم يحتوي له على اكثر من قيمه، لا هذا سيمبل اعوفه. البيرث داي يحتوي له على اكثر من قيمه، لا طبعا. الكارد اكثر من قيمه، لا طبعا. الاي دي اكثر من قيمه، لا. بس الادرس يحتوي له على اكثر من قيمه، انه ممكن يكون عندي نوع او اسم المدينه عفوا، ممكن عندي اسم الدوله، وايضا مثلا اسم الشارع الستريت مثلا. بهاي الحاله اذا كان عندي نوع كومبوزيت هذا امثله بهالشكل، هذا انه يكون عندي شكل بيضاوي طالع من انتربيوت وتطلع من عنده مجموعه من السب attributes من city country street. بعد شنو عندي؟ اخذ مثال اخر نوضح بيه انواع الattributes الموجودة عندي. ايضا خلينا نقول employ، ايضا يحتوي له على شنو؟ على مجموعة من الاتربيوتس. خلينا نقول هنا يحتوي على ايضا البيرث داي، يحتوي عليه من على الكار، راح اخليهم بهالشكل هذا كار، ويحتوي له ايضا عليه من على الايج. بالمثال الفات قلت لك انه الايج يكون نوعه شنو؟ درايفز، انه نقدر نعرفه او نقدر نشتقه من اتربيوت اخر اللي هو البيرث داي صح لو لا. فبهالحاله حتى يكون عندي درايفز شلون اميزه؟ ايضا شكل بيضاوي بس شنو منقط بهالشكل هذا. طيب الكار شنو نوعها؟ الكار مثل ما حكينا انه تكون عندي مالتي فاليد، تحتوي له على اكثر من بيان واحد، تحتوي له على موديلها نوعها، تحتوي له على مثلا عدد الاطارات اللي بيها، تحتوي له كم راكب ايضا تحتوي. اذا هي شنو؟ مالتي فاليود. فبالتالي المالتي فاليود شلون اقدر اميزه؟
شكل بيضاوي بهالشكل هذا، شكل بيضاوي ايضا فوقه. هاي معناها شنو؟ مالتي فاليد. طيب شنو عندي ايضا؟ ايضا العلاقة اللي انا شلون اقدر امثلها. مثلا انا عندي entity student، عفوا وعندي entity teachers student عندي هنا teacher. تمام، خلنا نتخيل هنا انا وياك جدول بهالشكل هذا. يحتوي على الاسم والرقم، التيتشر انه يكون عنده مثلا معروف مثلا الكورس اللي هو ياخذه او مجموعة الكورسات اللي هو ياخذ. ايضا الطالب خلي نقول همينه هم يحتوي للجدول مالته على مجموعة من الانتيتيز. هذا كمثال ان حل على مود نفتهم شلون العلاقة تكون. ايضا يحتوي على اليمن الرقم مثلا اسمه وعنوانه خلي نقول والكورس اللي هو اخذه. طيب هنا أنا هذا شو راح امثل بيناتهم؟ اول شغله راح اخلي الانتيتيز اللي ترتبط به، هذا يحتوي على النيم وهنا يحتوي لي على من على الادرس، صح مثل ما حكينا. ايضا يحتوي لي على الادرس بهالشكل هذا، والادرس تتفرع من عنده سيتي هوم او كونتري عفوا. او خليني بهالشكل هذا بيضاوي كونتري او ستريت الشارع. التيتشرز يتفرع من عنده الرقم عفوا النيم، وهنا الرقم نمبر، وهنا أنا الكورس اللي هو اخذ. هنا أنا ايضا عندي هنا كورس للستودنت. زين العلاقة بين هذا الانتيتي وهذا الانتيتي تكون عندي شلون؟ يعني شلون اقدر امثلها؟ انه الطالب او الاستاذ يدرس الطالب، صح؟ يعني هسه هذا متعلق، هذا الستودنت متعلق بالتيجرز، انه هو يتعلم منين؟ من التيتشر، والتيتشر بدوره يدرس الستودنت. فحتى امثل العلاقه بيناتهم امثلها بهذا الشكل المعيني. والعلاقه بين الطالب والمدرس تكون ستودي مثلا، علاقه دراسه، وجر خط من هذا لهذا وهذا لهذا. خلينا نشوفه بالمثال. شوف هسه عندي هذا مثلا هيد اوف ديبارتمنت، رئيس القسم، وعندي القسم ديبارتمنت. انا راح امثلها افضل، الهيد اوف ديبارتمنت والديبارتمنت.
هنا أنا عندي مثل رئيس القسم يدير الديبارتمنت، هنا أنا مانجز. هنا أنا أيضا عندي الفاكولتي، الفاكولتي اللي هي المعهد، الستودنتس يدخل للمعهد، إذا أكو شنو بيناتهم أكو علاقة. الستودنت يدرس وين بالكورس، أيضا هنا أنا عندي أكو علاقة. هنا أنا أيضا عندي علاقات، الامبلوي يشتغل وين، هاي علاقة بين منو، بين الامبلوي والديبارتمنت، هذا الامبلوي وهذا الديبارتمنت، علاقة بيناتهم هي works on، يعني شنو يشتغل داخل هذا الديبارتمنت أو يشتغل على هذا الديبارتمنت. فنلاحظ هنا مثلا امبلوي واحد يشتغل على المشروع واحد، وهنا أنا عندي الامبلوي الثاني يشتغل على المشروع الثاني، بس عندي الامبلوي السادس يشتغل على المشروع الأول، الامبلوي السادس الخامس يشتغل على المشروع الثالث، والسابع يشتغل على المشروع الثالث. إذن أكو علاقة بين الجدول امبلوي والجدول ديبارتمنت.